وين مسكنات أنوشكا؟ لأنها عم تبكي من كثرة الوجع، مو قدرانة تتحمل. عم تبكي؟ كان في دواء على الطاولة، روحي شوفيه، لازم تلاقيه هنيك يا بنتي. إيه طبيعي تنوجع إذا بتضل تلطوت بالبيت. معقول تبكي أنوشكا وأنا موجود؟ ليش حضرتك؟ دواء مسكن؟ آه، كأنه أنت لسه ما بتعرف أنه إيشان له تأثير أقوى من المسكن. سمعت؟ قوم شوف شغلك دكتور. سامرات، رفيقك شاب كتير منيح، بتمنى أنه الكل يكون عندهن رفيق مثله. إيه مزبوط. حاجة تبكي أنوشكا؟ خلص حبيبتي، هلأ بتصير منيحة. شوفي أنوشكا، أنا ما بقبل إنك تبكي بالمرة وأنا موجود، على أساس إنه أنت قوية. معقول هيك تبكي؟ أنا ما برضى إني شوفك زعلانة أبدا. طيب يلا فرديها بقى. لا تحكي معي، أنت واحد كذاب، ما خبرتني حتى إنك رايح. أنوشكا أنا لازم أروح، تأخرت كتير وعندي شغل ناطرني. أنا ما بأجل شغلي يا جماعة، لا بالبيت ولا بالمكتب، بشتغل طول الوقت. إيه؟ إيشان وين راح؟ ليكو جوا، راح يطمن على أنوشكا. أنا حضرت لإيشان أكتر أكلة بيحبها، وهو هلأ قاعد جوا مع أنوشكا؟ إيه حبيبي سمرات، تفضل دوق هالحلويات وعطيني رأيك فيهم. إيه ابني، نحن منحضرها هون بالبيت. ابني غوراف، فيك تروح تنادي لإيشان؟ ساروجا أنا برأيي، ليش ما بتبعتي صحن إيشان لجوا؟ شو رأيك؟ إيه أكيد مو غلط. أنا حاسس كأنه إيشان هو صهركن مو سامرات. مو غريبة القصة؟ صايرين عم تحبوا إيشان أكتر من صهركن. أنت صهرنا يا سامرات ومنحبك، وكمان نحن منعتبر ضيافتك والترحيب فيك أولوية بالنسبة إلنا. لا حد تفكر هيك يا ابني. سامرات، أنت كيف بتقارن حالك بواحد مثل إيشان؟ بعدين أنت اللي بتقربنا مو هو. وأنت كمان لازم إنك. أنا ماني بحاجة لتفسروا لي شو اللي عم يصير. أحياناً كتر التفسير بيخرب القصص. أنا قلت اللي حسيته لأنه ما بحب خبي شي بقلبي. أنا بعرف كل شي، ليش وشو اللي عم يصير.